سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. النهاردة أنا بصلي من أجلكم جميعا فهم وحكمة واستقامة قلب أمام الله. بصلي سلام الرب يسوع يكون في وسطكم. الكتاب بيقول كده أنه سلام الله الذي يفوق كل عقل يملأ قلوبكم وبيوتكم. بصلي من أجلكم جميعا سواء كنتوا مؤمنين بالمسيح ولا لا، أنا بصلي حضور الله في بيوتكم النهاردة الآن، تحسوه تشعروه يغير قلوبكم، لأن الله ليس بعيد عنكم أبدا، لأنه هو الله محبة، الله بيحبكم جدا كخلقته وعايز يكون قريب منكم. فأنا بصلي أنكم تشعروا بمحبة الله الحقيقية النهاردة. بصلي حماية روحية وجسدية للجميع في وسط هذا الشهر المليء بالأرق الروحي. الله حاضر في وسطكم، والنهاردة الكتاب بيقول واليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. حلقتنا النهاردة بعنوان رمضان والأرق. هنتكلم في موضوع من يؤرق رمضان ولماذا؟ لأنه يعني التعبير ده هتعرفوا أنا جبته منين. رمضان يسبب أرق إسلامي عام واحد، بيتمثل في صور كتيرة جدا، إذا كانت يعني بنشوفها في الشارع أو بنشوفها على شاشات التلفزيون، يبقى مليان بقى بالتحذيرات والتنديدات من الشيوخ وحتى المسلمين بعضهم لبعض، مش بس الشيوخ، وكم هائل من الأسئلة الغير لائقة والفتاوي المتكررة كل سنة وعلى شاشات التلفزيون على الملأ. خلينا نشوف كده واحد من الأمثلة دي عشان تعرف يعني نوعية الحاجات اللي تبث في شهر مفروض انه يكون فيه خشوع وصيام وتغيير لحياة الإنسان وأخلاقه مش عارف ايه، لكن عادة ما نرى انه الموضوع ده العكس تماما. اسمع. اهلا وسهلا. لو سمحت بس انا كان عندي سؤال. اتفضلي. بص حضرتك، انا متجوزه قبل رمضان باسبوع بالظبط. تمام. فانا احنا ما صمناش رمضان خالص، ولا انا ولا جوزي. عشان لا، احنا كنا بنفطر لان الطبيعي يعني كنا متجوزين قبل رمضان باسبوع. يعني من الاخر كان بيحصل علاقه، او كانت بتحصل كل يوم، فالطبيعي ما صمناش. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل يوم من أول رمضان؟ أو ما إحنا كده بالضبط. أو بنا بتاع 30 يوم بالضبط. نسأل الله العفو والعافية. أنا أسفة جدا، يعني الحقيقة أنا يعني الفيديو هم يبكي وهم يضحك بصراحة. يعني على رأي عمرو مصطفى يقولك في رمضان، في رمضان أهو الشيخ كان مبهور جدا بالحدث اللي بيسمعه ده، عامل زي مسرحية رايا وسكينة. يعني طبعا مش في رمضان، هو موضوع كل يوم هو اللي أدهشه جدا. بس يا جماعة العقول مشغولة بإيه؟ الحياة مشغولة بإيه؟ أنت المفروض أنك بتقدم من المنظور الإسلامي عبادة، مش كده؟ لكن النتيجة إيه؟ محدش فاهم، الناس مش فاهمين وخايفين لأن التعليم غير منطقي. فلازم طبعا تروح تسأل الشيخ، سؤال اتسأل ألف مرة، محدش منكم سمعه خالص؟ مفيش أساسيات بتتعلموها؟ ولا احنا عايزين مخرج، عايزين حيلة شرعية، عايزين؟ ولو كان العمل من القلب لكان الأمر تغير، لكان الاتجاه تغير. بس الكتاب بيقول إيه؟ لما المسيح كان بيكلم تلاميذه والناس اللي بيتبعوا، كان بيقول لهم ايه؟ ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين. المرائي يعني المنافق اللي بيبقى له شكل، يعني يبين شكله بحاجة لكن هو قلبه جواه حاجة تانية. ما تبقاش كده يعني عامل نفسك يعني مكسور وانا صايم وانا تعبان وعرقان ومش عارف ايه،
لانه بيقول كده لانه المرائين انهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. انت بس استوفيت اجرك من الناس، هيقولك يا اما راجل تقي الحقيقه ما يسيبش فرد يصوم اثنين وخميس. احنا بنعمل كده لاننا مش فاهمين الصيام مظهر، كمان لانه الاسلام بيعلمك انه يعني صمت وما صليتش صيامك مقبول، هتاخد عليه برضو درجه. على راي علي جمعه كل حاجه بالدرجات، تاخده 70% تاخده 100% انت عايز تاخده 50%، وبعدين تبقى تعوض بقى المره اللي جاي تذاكر احسن. التعليم غير منطقي، طقوس بلا روح. المسلم البسيط خايف يغضب الإله وعايز يجمع شوية حسنات، وكمان يعني الخوف اللي بيبقى في نفس إنسان بسيط ده نوع تاني، بيخشى بطش إله بيحسب عليه ويحصي ويراقب ويصعب الأمور. عارفين شو حكم الشيوخ إيه في المعضلة بتاعت العرايس دول؟ او الراجل اللي بيفطر علشان عايز يعمل علاقه مع مراته، يقول لك انه لما تفطر رمضان يوم في رمضان ما يكفكش الظهر كله، تيقيس بقى يعني ما تقدرش تعوضه بالظهر كله. فيسالوه يعني طب نعمل ايه، يقول له مثلا توب وصوم يوم واحد وانت بقى ايه منك لربنا. فيديوهات مليانه الشيوخ بيقولوا كده، انت حر منك لربنا بقى يغفر لك ما يغفر لكش. ايوه بختك يا ابو بخيت، هو كده انت انت وهذا الاله. طبعا من معطيات هذا الاله هتعرف منين انه يعني هيغفر لك ولا مش هيغفر لك، وتفضل طول عمرك عايش بعقده انا فطرت في رمضان يوم. وبعدين الانسان ييأس لانه ما بتعملش كفايه علشان تشبع وترضي هذا الإله. لكن الواقع انك ما تقدرش تقدم كفاية علشان تاخد غفران من الله بأعمالك، دي حقيقة. وأعمالك مش ممكن تكفيك، ده الواقع أمام الله. لكن في الإسلام حتى أعمالك ونيتك الصالحة وكذا وكذا يجي الإله ده يقول لك في الآخر يخليك تخطئ فتبقى في النار، أو واحد خاطي يخليه يعمل عمل صالح فيدخله بالجنة، على حسب المزاج. فهي قرعة في الآخر، هي قرعة. في الحقيقة أن تعليقاتي على موضوع رمضان كمسلمة سابقة أنا شاركتكم بيها كتير جدا، وعملت لكم حلقات عنها كتيرة جدا متعددة. لكن كل سنة أنا ببقى عايزة أبتعد عن موضوع رمضان ده، لكن كل سنة في حاجة جديدة بتطلع، ودايما إلى الأسوأ. ويعني ده شيء محير جدا بالنسبة لي، يعني الناس ما بتتعلمش. والله عايز يفتح قلوبكم النهاردة أنكم شوفوا الأمور بطريقة مختلفة. أنا عندي سببين مهمين جدا للحلقة دي النهاردة. السبب الأولاني انه انا يعني ليه سميت الحلقة رمضان والأرق، والسبب الثاني انه الحقيقة السؤال الاخير في الحلقة هيكون ربنا غيرك ازاي وانت بتصوم رمضان بالصورة اللي بتصومها دي، وانت بتأدي الامور اللي دينك بيقولها لك. يعني انت من جوه القلب تأثرت ازاي، حسيت بالفقرة مش عارف ايه، هنتكلم في الموضوع. خلينا أقول لكم ليه أنا سميت رمضان والأرق. من كام يوم أنا شفت فيديو لأحد الدعاء المسلمين اللي بيهاجموا بشدة المسيحيين اللي زينا مثلا، اللي عندهم برامج اللي بيتكلموا على الأمور الإسلامية وهكذا، مهاجم لنا بشدة ومتتبع. أوكي؟ وبعدين بيهاجم المسيحيين عموما ويقول عنهم ايه، زملاء الوطن الحلوين. اوكي؟ في سياق كلامه قال إيه ليه كده، انتوا ليه بتعملوا كده، ولماذا يؤرقكم
رمضان مشير إلى البرامج طبعا اللي هي اللي بتنتقد رمضان. أنا لا أعتقد أنه يعني المسيحيين يؤرقهم رمضان بالصورة اللي هو يعني هو فاكر أن إحنا بنتغاظ مثلا لما رمضان يجي. لا، أنا كنت مسلمة وكنت بصوم رمضان وكنت بصلي وكنت بعمل عزايم وكل حاجة وأفطر وأعمل اللي أنا عايزاه زي ملايين من الناس. فرمضان بالنسبة لي بيخليني أشفق عليكم، مش أبقى قلقانة منه أو يؤرقني مثلا، أنا مثل، لكن تؤرقني الأمور الروحية السوداء اللي موجودة فيه، الأعمال الشيطانية اللي بتحصل من القتل والإجرام والتعدي على الناس، مش كده؟ وبعدين يقول لك بقى يعني أنتوا، هو حد انتقد حاجة في رمضان أعتقد، فبيقول أنتوا هي دي بقى معايدتكم علينا، ازاي انه لما يجي رمضان حد ينتقد الاسلام ورمضان؟ يقول كده هو شاتم زملاء الوطن الحلوين دول، طالع نازل قبل وبعد كلامه في جمله واحده اللي قالها فيها تناقضات وكذب على النفس والمستمعين كتيره جدا. يقول لك يعني انتوا هي دي المعايده بتاعتكم؟ طب يا أستاذ يعني أنتوا تشتموا المسيحيين ودينهم وإلههم وتحرموا الطرحهم عليهم والمعايدات وإنه لا يصح أنكم تحبوهم في الله مثلا، وزعلان أنهم بيقولوا أنه في حاجات مش مناسبة بتحصل في رمضان مثلا؟ يعني هتزعل من كلامي عشان أنا بنتقد العمل الأصلي اللي مش موجود، اللي مش من الله، اللي أصلا مش عبادة، اللي هو بيستعبدكم؟ هتزعل من كلامي مش كده؟ ما انت بتشتمنا برضو. بس هي المسألة مش مباراة، هي المسألة انه كل واحد من حقه انه يبدي رأيه وخبرته، فتفضل قول رأيك وخبرتك، بس ما تتقمصش يعني ان احنا كمان بنقول رأينا وخبرتنا، مش كده؟ انا وجدت ان الحقيقة الواضحة ان رمضان يؤرقكم انتم باشكال جديده كتيره، شخصيا واجتماعيا، وكل سنه عن سنه يطلع لنا حاجه جديده تؤرقكم. يعني لو بصيت انا لشهر رمضان واللي بيحصل فيه، هستخدم كلمه مصريه قوي، ده شهر الصلبطه، الناس كده ايه تبقى بتتلكك، التلاكيك، الجرائم، التعدي على حريات الغير لانك صايم، بعضكم مع بعض. في بداية كل رمضان أنا بصلي من أجل أن الله يعدي الشهر ده على خير عليكم، لأنه مليء بالشرور والتناقضات اللي أنتوا يعني اتعودتوا عليها من غير حس روحي حي جواكم عشان تفهموا مدى الشر الموجود اللي أنتوا موجودين فيه. الضغط الروحي الشديد اللي حواليكوا، الغضب والخناقات والجرائم والتعدي على الغير والشعور ان انت لوحدك بس اللي صايم وتمشي في الشارع، اللهم اني صايم غطي نفسك يا ست، اللهم اني صايم ابعد عن وشي بقى لاقوم اكسرك، وحاجات زي كده. مفيش حاجه بتغيرك من جوه، انت بتؤدي عمل ولكنه لا يغيرك، بتاكل فقراء، بتعمل مائده رحمن، وبعدين اتس لايك هي، وبعدين. لكن هل يمكن ان يسبب رمضان ارق للمسيحيين؟ طبعا، لان مظاهره خطيره جدا، مش مظاهره يعني الفوانيس والزينه وموائد الرحمن، ولكن ما يصيب المجتمعات الإسلامية من شراسة وتنمر ووصاية على الغير، وكأنك صايم لينا وكأننا شركاء الوطن دول الحلوين لازم يصوموا معاك. ليه؟ يقولك من المظاهر، يعني يقولك ده حتى جيراننا المسلمين المسيحيين كانوا بيصوموا معانا والله. لو حد منكم من المسيحيين بيصوم في شهر رمضان، انا بقول لك لا، ما تصومش
معاهم وما تصومش زيهم، لكن صوم من أجل إن الله يعمل كما علمنا المسيح إن إحنا إزاي نصوم، إن الله يعمل فيهم وينقذهم من الشرير. الناس تبقى ماشية في رمضان تقول اللهم إني صايم وتعمل كل البلاوي واللي حواليك يدفعوا الثمن. فطبعا المسيحي وغير المسلم عموما بيبقى ماشي في الشارع في دولة إسلامية حاسس إنه على رأسه بطحة ولازم يخاف، شايل إزازة مية ممكن يتضرب مثلا يعني. لكن لما تبص حتى للحالة دي، مين اللي عنده أرق هنا؟ أنتوا اللي عينيكوا على الغير دايما، لأن هكذا علمك إله الإسلام. كأنكم يعني أفكر كده صورة للشخص المسلم الصايم بيبقى ماشي في الشارع كده، لازم إيه تحط له بابل راب حواري، عارفين الورق اللي بيغلفه بيه ده عشان ما الحاجة ما تتكسرش، قابل للكسر على طول. ساعات العمل تقللوها علشان صايمين، وليلكم بقى نهار ونهاركم بقى ليل عشان نص الصيام يخلص في النوم والكسل وتعطيل أعمال الناس. نص الناس عندها مصالح ما بتعرفش تقضيها لأنه رمضان واقف حال. فلازم تواجهوا أنفسكم بالحقيقة. على فكرة كتب مقالات كتيرة جدا في هذا الأمر، السرقة بتزيد في رمضان، صايم وتقولك السعيالي جعانين مش عارف ايه you know. فمنين التغيير الحقيقي؟ كيف يمكن ان يكون هذا العمل عبادة وتقرب من الله وهو بهذا الشكل يغير مجتمعات بهذا الشكل؟ وتلاقي بقى الشوارع في الدول الإسلامية اتملت بقى بالبياعين والفكر كله مركز على الأكل بقى والكلام والتحضير للعيد بتتحول حياتكم لأكل وطبخ وتلفزيون طبيخ وكل يوم أكلة جديدة. لازم نواجه أنفسنا بالحقيقة، والمسألة إننا بنواجه جبهتين هنا، المسلم في الشارع والبيت والشيوخ وحالة الوصاية والتعالي المزعجة اللي بيعيش فيها المسلم ويعيش فيها غير المسلم. خلينا نشوف يوم واحد رمضان حصل ايه في الشارع. خلينا نشوف الفيديو ده. تاكسي بص هيعمل ايه او راح له. انا هعيده تاني. بص هيعمل ايه سواق تاكسي شايف ولد في الشارع ماسك ساندويتش راح راكن وراح نازل هبد وقلم. بص تاني تاكسي بص هيعمل ايه ولد عنده 13 14 سنه، بص الدراع قلم على وشه. اوكي ليه؟ ازاي انه يجاهر بالافطار في الشارع ده في مصر؟ ده حصل. ويعني انت لسه ما لحقتش تصوم نص يوم، لكن الشياطين المصفده ثابت فجاه كده حاله ارق. انا صايم خلي بالك مني، انا صايم محدش يلمسني. في رمضان الناس يحصل لها حاله ارق لان المسلم صايم. هل ده يليق؟ المهم ان انا بعد الفيديو ده ما ظهر، وعلى فكره اتشال يعني، انا اخدته من قناه الفكر الحر لكنه يعني مش موجود في حته تانية. اوكي ليه؟ لانه يدين اللي بيحصل في مجتمع لا يعاقب الناس. انا قلت بقى الناس هتزعل من اللي حصل والشيوخ والحكومه وكده، يعني كل واحد بقى يقوم بدوره في التوعيه مثلا. ما سمعتش عن اي رد فعل للي حصل ده، لكن رد فعل الشيوخ بقى
زي بقى ايه عنتر الدفاع عن حق المسلم في الوصايا على الغير اللي انتوا شايفينه بقى ده. الـ الـ الشيخ عبد الله رشدي انا هقراه لكم بقى من التويته دي نزلت تاني يوم على طول الحادثه لانه الناس اللي اتكلموا عليها اتعمل عليها فيديو ولا اتنين وبعدين خلاص انتهى الفيديو راح. فيقول لك بقى ايه المجاهره في بلاد الاسلام بالفطر نهار رمضان وكذا المجاهره بكل المحرمات دون مسوغ يقبله الشرع جريمه تستوجب العقوبه بيد القانون عملا بحديث رسول الله الامر بازاله المنكرات والعقوبه وتحديد قانون بالمسوغات المقبوله يعودان للمشرع وفق قواعد الشرع الشريف وذلك صيانه للمجتمع وحفاظا له بعيدا عن فكره شيوع الفواحش فيه. فواحش ان طفل مسيحي خرج من مدرسته بياكل ساندويتش. يعني تلاقي مثلا الولد ده طالع من المدرسه ورايح على درس فبياكل ساندويتش وهو ماشي. ليه؟ بقت فواحش. واحد عنده سكر محتاج ياكل فواحش. مسلم بقى ولا مسيحي؟ أم بترضع عطشت ولازم تشرب يفهم الكلام ده الستات فواحش. المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان لغير المسلم فاحشة. يعني مفيش منطق يقول كده إلا المنطق الإسلامي بس. اللي بيقول لك انه يعني الناس لازم تقف ايه سلام مربع علشان الاسلام. عايزه اوريكم تعليقين عجبوني في الامر ده. اوكي واحد بيقول له بيقول كده انا نفسي اشوف راجل دين طالع مره يكلمنا عن الاخلاص في العمل عدم الغش في الميزان عدم المغالاه في الاسعار واستغلال الناس عدم قبض رشوه علشان نخلص شغل بيتقبض عليه مرتب عدم التظاهر بالتدين وارتكاب المعاصي متخفيا ورا الدقن والجلابيه والحجاب والنقاب كل التفكير في الجنس والعلاقه بين الرجل والست. صدق ولا ما صدقش؟ لانه كل ده بيحصل في شهر رمضان برضو المظاهر. لكن ما حدش يدخل في نيات حد بقى يا اخي. ده في من احد الـ 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 الاسئله اللي بتيجي للبرامج هل ينفع ان انا ادفع رشوه في رمضان علشان خاطر امشي اموري؟ مساله اخلاقيه صعبه. اذا انت اصل انت عايز بطاقتك عشان هتتجوز بكره مثلا يعني. اوكي؟ عايز رخصتك عشان رخصه خلصت وهتاخد مخالفه. فحد لازم يفتح لك الدرج وتحط له حاجه والا هتقف في الطابور 50 سنه ومش هتاخدها. حرام ولا حلال؟ ال- 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 الإسلام لا يغير الأخلاق والصيام كفريضة في الإسلام لا تغير الأخلاق. هي بس إيه تنكد على أخلاق الإنسان أكتر شوية لأنه كل وقته عمال يفكر في الأكل والشرب بس. شوفوا التعليق التاني ده بيقول كده ما دخل مفهوم الجريمة لو شخص لا علاقة له بما تؤمن؟ بيسألوا يعني انت بتتكلم على واحد مسيحي مش مؤمن باللي انت بتؤمن به. ايه دخله؟ وليه تقول ان دي جريمة؟ لو انت معتقد انه اللي ما يصومش يبقى جريمة الراجل ده اصلا مش مسيحي يصوم ليه؟ اوكي فبعدين تقول تخيل بقى يطبقوا نفس الاحكام على المسلمين في كاليفورنيا اللي انت فيها يا شيخ. منع الجوامع من الخطب منع التراويح ومنع بيع الاكل الحلال ومنع النقاب والحجاب وكل حاجه مختلفه عن الثقافه الامريكيه. ساعتها هيتعلم الناس الادب ومش هيهاجروا ومش هيجرؤ حد انه يقول كده تاني او يكتب كده تاني. الشيخ عبد الله رشدي عايش في كاليفورنيا دلوقتي وعامل نفسه بقى يعني
الإمام بقى اللي كل يوم يسجل إسلام واحد. طبعا كله بقى ثواب في رمضان، آخر واحد كان لسه أسلم على إيديه واحد أمريكي أفريقي. فكرت كده وأنا شايفة الراجل بيتهته الشهادة بالإنجليزي والعربي وهو مش فاهم هو بيقول إيه، يا ترى الشيخ عبدالله قال له إنه محمد بيقول عليهم زي الزبيبة السودة كده المحروقة، ولا إنه إله الإسلام بيقول حيث يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والوجوه السودة هي 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 اللي بتمثل الشر والناس المخزولة أو اللي داخلين النار؟ تعرف لو كان قال له كده إن إله الإسلام بيشبه الإنسان الهالك اللي يكون وجهه أسود. ما كانش حد أبدا هيسمع كلامك يا شيخ عبدالله، بتاخد حسنات على قفا الناس. بس الحقيقة أنه يعني الناس زهقت ومش مصدقة كل الأكاذيب دي، لأنها لا تغير الإنسان من الداخل. الصيام الحقيقي حرب روحية، صلاة وتواصل دائم مع الله. الصيام مش عبادة زي مفهوم الإسلام. في المسيحية الصيام مش عبادة، لكنه إخلاء نفس مما يعيقك عن التواصل مع الله، وليس مظاهر شكلية. الصيام حالة نعيشها لما نكون عايزين نفضي نفسنا من كل حاجة ونتحد بالله في الوقت ده عشان نصلي من أجل شيء معين، مش عشان أقمع نفسي ومش عارف إيه والكلام ده كله. مش هو ده الهدف. الهدف الكتابي إنه الله بيعلمنا إن الصيام أداة من أدوات الحرب الروحية، لأنك بتكون فيها مركز على علاقتك بالله الشخصية وصلاتك من أجل الشخص الفلاني أو الأمر الفلاني، وفهمك من الله للأمور اللي ممكن تعيق حياتك الروحية أنها تنمو. كله في الروح ومش أداة تعذيب. يعني الصيام الإسلامي ده أداة من أدوات التعذيب لإله الإسلام. في المسيحية لما بنصوم في المسيحية ممكن تصوم صيام انقطاعي يومين ثلاثة ولا تشعر. يعني أنا أكتر أيام صمتها صيام انقطاعي كانت ثلاثة أيام، ولم في حياتي لم أشعر بصفاء وهدوء وراحة نفسية ونشاط في نفس الوقت قد الوقت ده. ممكن أصوم 24 ساعة 48 ساعة، لكن ثلاثة أيام كانت أكتر حاجة، وكان أكتر شيء يعني حسيت فيه إنه في اتصال بيني وبين الله، مركزة على اللي ربنا بيقوله. كان في عندي صفاء ذهني، لا غضب ولا اتنرفزت ولا زعقت لحد ولا نو. ازاي تبقى على علاقة الله مع الله وتعمل كده؟ اوكي، خليني بقى هوريكم فيديو لواحد صايم، يعني صايم مزنوق عنده مشكلة. اوكي، هو الفيديو بالانجليزي، واحد قاعد في الاوتوبيس وبيكلم الست اللي قدامه لانها بتاكل، فانا هترجم لكم وانا سوري وانتم بتشوفوا الفيديو. اتفضل. وصلنا يا جدعان ايران. لا انا اسفه، ده ايران مخصوص عشان اشوف نشوف الاول فيديو ايران. نعم، رمضان في ايران عامل ازاي؟ احنا كده في النهار بتاع رمضان. والله ده بجد الناس هنا واقفه وبيشربوا سجاير ازاي؟ الو، جمهوريه ايران الاسلاميه. ايه شايف الناس بتعمل ايه؟ بيلعبوا في الصيام وبيشربوا سجاير عادي في نهار رمضان. ايران لقيت يافطه بتقول ممنوع الاكل والناس قاعده بتاكل في الجنينه. سيبك اصلا من اليافطه، احنا في رمضان. ولكن طهران اوبن وبعض الناس بتوجه رساله بتقول الحكومه انها مش دوله اسلاميه. احنا في ايه بجد؟ ازاي كده؟ احنا في رمضان ازاي كده؟ اوكي،
الفيديو ده يعني لو الشيخ عبد الله رشدي برضو يشوف الفيديو ده ويقول لنا يعني ايه رأيه في جمهورية ايران الاسلامية اللي الناس فيها يقصدوا بقى ان هم ما يصوموش. في الكنترول بيسألوني هو طب ما راح لهمش ايران ليه؟ لا دول شيعة ويهتم بيهم، دول كفرة لهمش دعوة. هو عايز بقى غزوة كاليفورنيا عشان يقضي بقى يعني يبقى له مكانة، لكن ايران هيهتم بيهم ليه؟ الناس هناك فهمت ان الاسلام الاسلام لا يفيد لا يغير. فحتى ايران بكل التحديات اللي فيها الناس بتاكل وبتشرب عادي، في ايه؟ مفيش حاجه، ناس جعانه بتاكل. اوكي نشوف الفيديو. بيقول لها ايه؟ لو سمحتي انا شامم اكلك، كلي في حته ثانيه. قالت له انا بتغدى لكن انا صايم. بيقول لها انا صايم. قالت له انا مالي، اقعد في البيت. لكن انا بقى بيقول لها لكن انا شامم الاكل. قالت له ايه يعني؟ ده اكل طبعا هتشمه، ايه المشكله؟ بس انا صايم وشامم الاكل، ممكن تكوني مؤدبه وتاكلي في حته ثانيه؟ فقالت له صيامك مش مشكلتي، انزل تحت في الدور الثاني من الاتوبيس، اقعد في البيت واقرا الانجيل بتاعك. قال لها وبتقول له انا لما بصوم بقعد في بيتي. قال لها اولا انا كتابي مش انجيل، انا ما اكلتش من الساعه 5 الصبح. فقالت له انا مالي، افطر بدري. ازاي تقولي كده؟ ازاي يعني انت بتقولي لي افطر بدري؟ ففي الاخر الست زهقت منه وقالت له لو انت، انا شايفك، بيقول لها انا شايفك انت لسه بتاكلي او شامم اكلك. قلت له بقول لك ايه، اذا كنت جعان ممكن اقسم اكلي معاك، لو انت عايز يعني ممكن اديك الاكل بتاع، ادي لك جزء من الاكل بتاع. انا عمري ما شفت في حياتي منتهى الجراءه اللي بالشكل ده، وتحس يعني انه مسكين بس انا صايم. بيفكرني بالاغنيه بتاعت فؤاد المهندس، يا اخواتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايز، مش كده؟ عايزه تجوعني حتى في رمضان، عايش ماساه. وكأن الناس كلها لازم تنتبه انه صايم. انتوا عارفين يعني الست دي بتاكل اللانش بتاعها، بتقول انا باكل لانش. اوكي فغالبا معظم الناس الطبقات المتوسطه تركب الاتوبيس لانها خلصت شغل علشان تروح لشغل تاني، ففي السكه بتاكل لقمه. معظم عامه الناس عندهم شغلتين ثلاثه في الغرب، فبتاكل لقمة. انت مالك؟ انت صايم لنفسك ولا صايم ليها؟ لو عايز اقدبها يعني خلي عندك ذوق وكلي تحت. طب ما خلي انت عندك دم وتنزل انت تحت، الاتوبيس دورين. ليه نفرض انفسنا على الناس؟ ليه؟ هو نفس الفكر الاستعراضي، لان اللي المسلم بيحس انه ده حقه وانه دي قوة وانه يبين انه انا مسلم ومحدش يجي جنبي، ما تلمسنيش، بابل راب. المشكلة بقى ان الراجل ده هو اللي صور الحديث، ودي معضلة اخرى، ان هو مش فاهم ومش مكسوف من نفسه انه زي العيل الصغير عمال يقول أنا طب انا هقول لماما بقى ان انت بتاكلي قدامي عشان انا صايم. ايه ده؟ انا فكرت الاشخاص دي بنربيهم ازاي؟ هم شافوا فين الأمثلة دي؟ هي بس فرض أنه أنا مسلم في إنجلترا وهوريكم أنه لك لازم يعني تحترموا المسلمين في إنجلترا. تلاقي واحد من تلاميذ محمد حجاب اللي ماشي يعني ينشر سموم الإسلام في إنجلترا، صور نفسه ومش حاسس أنه عمل حاجة غلط. منتهى الكبرياء، منتهى الكبرياء.
هوريكم نوعية تانية، فيديو تاني لواحد في أوروبا برضو، بصوا بيعمل ايه. دي نافورة مية الناس بتشرب منها في نص مكان تسوق، فالناس بتشرب تملأ ازايز ميتها من هناك وكده، معمولة لكده يعني، مش حنفية سبيل بحنفية هتغسل فيها رجليك. يمكن انتوا مش عارفين تشوفوا الفيديو بصورة قريبة. الأستاذ حاطت رجله في نافورة المية اللي الناس بتحط بقها فيها وبيتوضى. بس طبعا انتوا عارفين ما سبق بقى في الوضوء، المضمضة والتفافة والمناخير والاستنشاق والكلام ده كله، شيء بقى بيغسل وشه ودانه وكل ده في نافورة المية. يعني الناس بتبص. الحقيقة اننا مش مكسوفين انه يعني الاوروبيين عندهم ادب برضو. قال خلاص يعني هيعدوا له، مش هيقفوا على التافهة. انا لو واقفة في المكان ده كنت طلبت له البوليس، لاني لازم نعرف نلتزم بالادب ونحترم الغير. بص يعني الواحد قال له حاجة فراح رشش عليه مية. اوكي انت يعني عايز يقول له انت مال حضرتك. بيغسل رجليه ويحط رجليه على الارض، يعني هو مش لابس جزمه ولا اي حاجه، وبيغسل رجليه ويروح حاططها على الارض. اشكال من يعني الكبرياء والتعدي وعدم احترام الغير. ويعني المهاجرين المفروض ان هم يشيلوا جميل البلد اللي خدتهم من اللي هم هربانين منه، الاضطهاد بقى، الارهاب بقى، الفقر، ايا كان. الخوف اداة من ادوات اله الاسلام. في ناس بتصوم لانه امر وعايزين ينتفعوا بالحسنات، وفي ناس بتصوم خوف ورعب من هذا الاله، ومش بس من الاله، من اللي حواليهم كمان. يعني لما تسمع الشيوخ والتعليم عموما الاسلامي اما بيتكلم عن انه رمضان ده يعني جزء كبير من الإيمان الإسلامي، الصيام ده أحد الأركان مش كده؟ فعلشان الشيوخ تبقى متأكدة إنه رزقهم هيبقى يماشي في رمضان، فلازم يبهدلوا الناس ترويع بقى من العذاب اللي هيشوفوه لفاطر رمضان. نشوف الفيديو اللي جاي ده ونشوف ايه الـ الصورة اللي نقلها محمد في حديث خرافي، يعني خرافي مش رائع، خرافي يعني خرافات. حديث اما تسمعوا كده هتشوف انه يعني حاجة من تأليفه، بس ده يوري لك اللي كان بيسرده للناس ادوات ارهاب، أدوات رعب. كان بيرسم لهم صورة عن العذاب والنار والقبر وده وده، والملاك اللي هيكتب الحساب هنا، والملاك اللي هيسلم الحساب لله هنا، والله بقى هيعمل إيه فيهم والكلام ده كله. فالناس بتترعب. فشوف الفيديو ده. وقد ثبت في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني البارحة رجلان فأخذا بضبعي ثم انطلقا بي حتى أتيا بي إلى جبل، فقال لي اصعد. قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، في أعلى الجبل، إذا بي أسمع أصوات شديدة. قلت: ما هذا؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. عواء، صراخ، بكاء أهل النار والعياذ بالله من شدة ما يجدون من العذاب.
عواء وبكاء وصراخ ومش عارف ايه من شدة ما يجدون من العذاب. الإسلام لما القرآن لما بيتكلم عن النار اللي هي الحدود أو اللي هو العفاف اللي هو اللي بيحط الحدود بين الناس يعني. إله الإسلام لما بيتكلم عن النار ويقول إن كل إلا واردها لازم. كانت من أكتر الآيات اللي يعني بترعبني وتكئبني وإلى جانب بقى كل ما سمعت عن اللي هيحصل في النار من عذابات. أوكي؟ فعندما يتكلم عن أنه كل المسلمين حيروحوا حيروحوا معديين معديين مش كده؟ تخيل أنت لما يبقى في حديث زي ده في قاعدة قاعدها محمد بيعلم عن إزاي تتقي الله، لا أنت إزاي تتقي النار، هيبقى في عواء وهيبقى في صراخ والملائكة خدوه وطلعوه وقال لهم مش قادر، فلازم طبعا يبقى له معجزة، فلا لا لا استنى، قالوا له احنا هنوصلك، فخدوه عشان يوروه ايه النار. فيعني حتى محور الحديث والكلام في الموضوع ده كان عن من أبواب الترغيب والترهيب، هي كله ترهيب بس هم حاطين الترغيب، انا مش فاهم يعني انا مش فاهم الترغيب فين هنا، هو كله ترهيب. تخيل بقى الفاطر هيحصل فيه ايه، ده نوع اخر من الارق الاسلامي في حياه المسلمين. ويعني رعب المسلم طول ما هو قاعد هيعمل ايه علشان يتقي النار، فيبقى ماشي طبعا صايم غصب عن عينه، يبقى أرق ويؤرقنا معاه، ما تاكلش ما تشربش، أنا يعني المشاعر الحساسة جدا وكأنه ما شافش الأكل طول عمر وهو قاعد من الفطار لأذان الفجر بياكل. في نوع آخر من الأرق ظهر في رمضان ده، كل يوم بقى ايه عندنا حاجة جديدة، كل رمضان عندنا حاجة جديدة. البرنامج بتاع الشيخ علي جمعة اسمه نور الدين. الحقيقة انه الشيخ علي جمعة في اوائل البرامج والبرنامج اللي اتكلم فيه عن الاختلاط بين الشباب والبنات والكلام ده، يعني كان بيتكلم بعقلانية وإنسانية، ولكن الواقع انها مش لغه اسلاميه ولا قواعد اسلاميه، فهو ما كانش بيقدم الحقيقه، هو بيقدم نوع من التجديد، ولكنه في نفس الوقت هذا النوع من التجديد لا يليق مع تعاليم الاسلام ولا يتماشى معها، وفي من التدليس كتير جدا. وعلى بقى مدار الحلقات هتلاقي انه في رؤيه شخصيه بيقدمها بحرفية ولكنها مليئة بالأكاذيب. أوكي؟ لكن أنا عجبتني الحلقة دي اللي كان عاملها مع الشباب المراهقين والمراهقات، وكان بيتكلم فيها عن العلاقات بين الشباب والحب، وبيقول لهم إيه يعني ما يجراش حاجة إن إحنا نحب والعفاف والكلام ده كله. فالفيديوهات الأولى عملت يعني هيصة بقى على المنتديات السلفية، ويعني كتير من الناس علقت على كلام الشيخ علي جمعة، منهم تلامذته اللي هو واحد برضو زي عبد الله رشدي، ده تلميذه متربي على ايده متعلم منه، لكن ده اصدق في فهمه للإسلام. اوكي؟ بس كمان من ضمن يعني الحاجات اللي بستعجب لها انه كل واحد لازم يعلي على التاني، وبعدين يروحوا بقى ايه اللي حصل بقى، انه الشيوخ سابوا الناس بقى وفضلوا لعلي جمعة، مسكوا في بعض، بقت خناقة بقى. علي جمعة بيقول المسيحيين ممكن يدخلوا الجنة، علي جمعة بيقول ممكن تحتفل بعيد ميلاد المسيح والكلام من ده،
هيصة بقى بقت هيصة، انتوا عايشينها وشايفينها مش كده؟ خليني نشوف جزء يعني مرتبط شوية بالنسبة لي برمضان، وهو الحلقة اللي كان بيتكلم فيها عن العفة في العلاقات الإنسانية. الحقيقة أنه لم يجد تعريف للعفة يتصل بالقلب، ولكن كلها بالأعمال، كلها يعني الصورة الخارجية. أوكي؟ خلينا نشوف الفيديو ده. اللي هي الحدود، أو اللي هو العفاف اللي هو اللي بيحط الحدود بين الناس. يعني اصل في بنات بتقول ده البست فريند بتاعي، يعني ده ايه بقى، ده ايه بقى في الموضوع؟ عارفه هي بتقول ليه كده انه ده البست يعني فريند بتاعي؟ بتقول كده لانها ما سمعتش الكلام اللي انا بقوله ده، وانتوا بترفضوه باعتبار انكم بتحسوا من جواكم انه ضد العفاف. اتعلموا كده، هم اتعلموا كده، خلاص اتحلت. ما تيجي نفهم الناس من أولها إنه إحنا بشر مجتمعين اجتماع بشري، عندي حد اسمه جار، وعندي حد اسمه ابن العم، وعندي حد اسمه الأخ، وعندي حد اسمه الزميل والرفيق، والعلاقة بيني وبينهم هي العفاف، اللي هي الحدود، أو اللي هو هو الحقيقة تفسيره للأمر مش وحش ابدا، بس المشكله انه بالتاكيد ضد الاسلام، يعني بالتاكيد ضد الفكر الاسلامي، لانه الاختلاط ده يعني بدعه، ما كانتش على ايام الرسول انه ان البنات تقعد مع الجيران ويتكلموا مع بعض ويروحوا المدرسه مع بعض والكلام ده، لا دي بدعه طبعا يعني. والاختلاط باب للشيطان، وانه البنت ممكن يضحك عليها والولد ممكن مش عارف ايه. المنحة اللي هو بيتكلم بيه كان منحة انساني عايز يغير فكر الشباب اجتماعيا. ما هو لو كل واحد من الاول تعلم العفة في العلاقات، بس العفة الحقيقية اللي هي تيجي من معرفة الله الحقيقي، اللي بيقولك تلاحظ قلبك وتنظف قلبك وترعى أفكارك اللي انت بتفكر فيها، وتتوب عن كل فكر شرير، وإنك تكون ملتصق بأفكار الله بالقداسة وكل ما هو نقي في فكر الله. لكن الإسلام على طول يحدد الست بأنها عورة، وأنها لازم تتغطى، وأنها ممكن تكون مصدر للشهوات والكلام من ده، علمهم كده. فطبعا الشباب الصغير ده اللي المفروض أن هم يكونوا عندهم براءة، براءة في التعامل، الأصل البراءة في التعامل في السن ده مش الأصل الشهوة والكلام ده كله، لو البيت بيربي كويس. اللي احنا شايفينه في الحديث اللي حصلت مع عبد الله جمعة والشيوخ اللي انتقدوه، هو صراع بين الإنسانية والفكر المعقد المتطرف، لأنه علي جمعة بيتكلم بفكر إنساني اجتماعي في نوع من التحضر، ولأنه راجل صوفي فهو يعني عنده نوع من السهولة في التفكير أكتر، ولكن ده لا يمنعه من انه يداري الحاجات، يروح حاطط حاجه تحت الكنبه كده يكون مش عايز يتكلم عليها وينط للنقطه اللي بعدها عشان تبان كل الامور حلو. اوكي، لكن لو خدنا الحديث على علاته كده، هو بيقول لهم اتعلموا تفكروا بعفه وتقدروا يبقى ليكوا علاقات بجيرانكم وكده في اطار عائلي. ده كان كل فحوى الموضوع. اوكي، لكن بقى يرجع بقى الاستاذ على طول اللي هو عبد الله رشدي يروح معلق عليه ويقول بقى إيه: لا يجوز في دين الله أن تخرج الفتيات مع الشباب يتضحكون ويتمازحون وبدعوى إن نيتهم صافية، ولا يقبل هذا على محارمه رجل مسلم غيور. على طول شتم أستاذه اللي اتعلم على أيديه وبيقوله أنت ما أنتش مسلم ولا رجل غيور.
مش ممكن راجل مسلم غيور يعمل كده. اوكي بقت شتايم يعني في رمضان. طب اتصل بيه, طب قول الكلام بطريقه لطيفه. يعني ممكن واحد لو انا مختلفه في الراي مع حد هقول انا مختلفه في الراي مع حضرتك لانه, واكتبها ممكن ما يجراش حاجه, لانه هناك المعطى الفلاني وهناك الايه الفلانيه وهناك الحديث الفلاني, فارجو انه احنا يعني يكون بيننا حديث مثلا. ده ادب, ده اخلاق. لكن عبد الله رشدي والشيوخ بقى اللي طلعوا كل واحد ايه عايز يعمل فيديوهات على حساب اللي طالع ده دلوقتي, يو نو ده دي شغلتهم. لازم يعلوا على بعض. ما بقاش حتى في رمضان ما تعلمناه من احترام الكبير والأستاذ والمعلم مش موجود, وده من دينه وانت من دينك, يعني ده من دينك وانت من دين. أمال بقى المسيحيين بتعملهم فيهم ايه؟ الكفار اللي في أمريكا اللي انت عايش في وسطهم واللي انتوا عايشين في وسطيهم دول بتعملوا فيهم ايه؟ زي ما شفنا بقى ما سبق من الحلقات النهاردة. سؤالي دلوقتي واحنا في اخر الشهر ده, انت بتصوم كل سنة وانت بتصومي كل سنة وبيتهد حيلك طبيخ وتنظيف و رعاية لعيالك وجوزك و you know, ويبقى هو برضو فؤاد المهندس عايز ياكل 900 حلق حاجة كلام من ده, ماذا غير هذا الصيام في قلبك وقلبك ومعرفتك بالله؟ إذا كان هذا الصيام مغير, كان الغالبية العظمى من الناس يبان عليهم تغيير روحي, لأن الهدف من العلاقة مع الله هي التغيير الروحي اللي يبان عليك من القلب ومن من جوه القلب لبره حياتك, ويبان على حياتك ويبان على تصرفاتك. مش تقوى فاضية ولكنه تغيير حقيقي من الداخل. فإذا كان هذا الصيام مغير كنا شفنا الغالبية العظمى من الناس يبدو عليها هذا التغيير, لكن للأسف الغالبية العظمى من الناس بيعانوا من كثير من هذه الأعراض اللي احنا شفناها النهاردة. يعني كان في صورة كده كاريكاتيرية أنا ما حطيتهاش لكن أشرحها لكم. الناس قاعدة حوالين الفطار على الأرض, الناس شكلهم بسطة وقاعدين مستنين كل واحد حطت إيده على خده, فالأدن أدن. فالأب بيقول بقى اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت, فقامت البنت قالت له لا يا بابا ده العصر. الصورة الفكاهية هنا هي مأساوية, لأنه الكل عارف ان انتوا من الفجر للمغرب كل اللي بتعملوه قاعدين تحضروا للاكل اللي هتاكلوه, وبيجي يخلص حيل الانسان لانه مفيش حاجه تشجعني روحيا, انا بعاني طول النهار. ما ليس من الله هو من الشيطان كده. فلانه اللي انتوا بتعملوه ده اداه من ادوات الشيطان, فالشيطان بيأثر على حياتك, فتبقى قاعد من العصر للمغرب ايدك على خدك تقول يا كريم نخلص بقى, الساعه بقت كام, المدفع امتى, ولكن لا تغيير روحي وقلبي حقيقي. وده شيء مؤسف ومؤلم. فاسال نفسك ازاي رمضان غيرك, ازاي الاسلام غيرك, ايه المعطيات اللي في حياتك اللي تقول ان انت انسانة متغيرة متجددة الى الافضل. الافضل بمقاييس الله مش بمقاييس الانسان. الكتاب بيقول لنا كده في رسالة الرسول بولس لاهل تيموثاوس بيقول لهم ايه, بيقول له كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان في الطهارة. الرب عايزك تبقي قدوة, بس انت مش هتبقي قدوة بالشكل, مش لينا شكل
التقوى وإحنا لا نعلم شيء عن التقوى. لنا شكل العفة وإحنا من جوانا نشتهي ونحكم ونبغض ونصارع. لا، خليك قدوة من القلب، لأن اللي من القلب والتغيير الحقيقي له ثمار. أنا بصلي إن هذه الثمار تكون فيكم، وإن كل واحد واحدة منكم النهاردة يبحث فعلا عن المعنى الحقيقي للاتصال بالله. ما تقدم ليس عبادة، الله مش محتاج صيامك، ولكن اللي بيحصل فيك ده برمجة وتقييد، و يعني لازم إله الإسلام يحطوه في إزازة، لازم تخش الصندوق. لكن الله عايزك تتحرر من كل صندوق وتبقى في فكرة الله. يقول كده الكتاب، بيقول كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. ده اللي ربنا عايزك تعيش بيه. هل يمكن إن الإنسان يعيش كده؟ أيوة يمكن إنك تعيش كده، لأنك مع المسيح أنت لا تحيا ذلك وحدك، أنت تحيا ده بقدرة الله الساكن فيك، الروح القدس اللي يسكن فيك عندما تقبل المسيح مخلص لحياتك. بصلي إن الله يخلصكم من عبودية الإسلام، وإنكم تروا محبة المسيح ليكم يعني الجلية الظاهرة. مش هدفي أبدا إن أنا أنتقد الناس ولا أضحك على حد عمل فيديو غريب، أنا هدفي إنكم تشوفوا إن كل هذه الأشياء فانية فارغة فاضية لا تأتي بثمر. وكإنسانة كنت مسلمة والمسيح غير حياتي تغيير حقيقي من الداخل، أقدر أشهد لعمل الله إنه ليس بالقوة ولا بالقدرة، لا بقوتي، الكتاب بيقول كده، ليس بالقدرة ولا بالقوة لكن بروحي يقول الرب. بروح الرب نتغير، ننضف، ننمو، نسمو فوق أكاذيب الشيطان. فأنا بصلي إنه في اسم يسوع ليس بالقوة ولا بالقدرة ولكن بروح الله المحيط بيكم الآن يتلمس قلبك وقلبك بحضور المسيح المخلص الذي ليس بغيره الخلاص. محمد لا يمكن يخلصك، إله الإسلام لا يمكن يخلصك، ولكن يسوع المسيح وفقد، اللي معاه حياة وحياة أفضل، اللي أحبك حتى الموت. بصلي من أجلكم، ربنا يبارك وقتكم بحضوره الخاص المحيي في اسم يسوع. إلى اللقاء.